يا فؤادي رحم الله الهوى، قد كان صرحا من خيال فهوى. في يوم من الأيام كان لغزة حلم، واستيقظ هذا الحلم وأضحى واقعا عام 1998 وهو مطار غزة أو مطار ياسر عرفات رحمة الله عليه. هذا المطار بدأ بواقع جميل، وكان الحلم بأن يتسع لسبعمائة ألف مسافر سنويا، ولكن هذا الحلم هوى وأصبح الآن مجرد ركام. أنا الآن في مطار غزة. أنت العمر